سنتعرف الآن على طريقة تحميل تطبيقات مايكروسوفت أوفيس انطلاقا من فضاء تعليم.ma الخاص بالأساتذة. إذا نفتح المتصفح ثم ننقر في خانة البحث ونكتب أوفيس 365 ثم ننقر على زر أونتري دخول. ننقر على الرابط الأول أوفيس 365 ثم نقوم بتسجيل الدخول بواسطة حسابنا تعليم.ma. ننقر على كونيكسيون، نكتب اسم المستخدم أروباس تعليم.ma، نتابع ثم رمز السري ثم دخول. إذا نحصل على علبة رسائل تعليم.ma. هناك مجموعة من التطبيقات. الآن لتحميل الأوفيس ننقر على انستالي اوفيس ثم انستالي ابليكاسيون اوفيس 365. فيها مجموعة من التطبيقات الاوتلوك، الوان درايف لتخزين المعلومات، الوورد معالج النصوص، الاكسل المجدول او تدبير الجداول، باوربوينت للعروض، الاكسس تدبير او قواعد البيانات، تيمز فضاء التواصل الى غير ذلك. اذا ننقر على ابليكاسيون اوفيس. اذا يتم الان تحميل رابط التثبيت. نختار مكان التحميل، ساضع في مجلد تيليشارجوم ومجلد تحميلات ثم أقوم بعملية تسجيل. ننتظر حتى تنتهي عملية التسجيل ثم نقوم بعملية الإنشاء. الآن بعد انتهاء عملية التحميل يمكن فتح الملف بالنقر على الزر ثم بدء عملية الإنشاء، أو بطريقة أخرى الذهاب إلى المجلد الذي قمنا بالتسجيل فيه اللي هو مجلد تيليشارجوم ومجلد التحميلات ثم نقوم بعملية التثبيت من هنا. إذا ننقر نقرا مزدوجا لكي تنطلق عملية التثبيت. إذا انطلقت عملية التثبيت. إذا هنا تظهر التطبيقات التي سيتم تحميلها. هناك برنامج وورد لمعالجة النصوص، برنامج إكسل معالجة الجداول والتطبيقات الحسابية، باوربوينت لإنجاز العروض، الأوتلوك للتراسل، والوان نوت كمذكرة، بيبليشر لإنجاز المطويات، لاكسس لتدبير قواعد المعطيات، وسكايب كذلك للتواصل عن بعد. إذا ننتظر حتى تنتهي عملية التحميل. الآن عملية التثبيت انتهت. الآن ننقر على زر إغلاق. الآن نذهب إلى بوتون ديماري ثم سنجد التطبيقات قد تم تثبيتها. هناك برنامج اكسل، برنامج اكسس، كلها برامج خاصة بميكروسوفت اوفيس. هناك برنامج ميكروسوفت تيمز خاص ب
التواصل عن بعد، خلق مجموعات التواصل والمحادثات سواء بواسطة الفيديو أو الأوديو أو الكتابة إلى غير ذلك من التطبيقات. إذن تم تثبيت برنامج مايكروسوفت أوفيس على الحاسوب بجميع تطبيقاته، أو تظهر لنا هذه التطبيقات على سطح المكتب مثلا كالوورد أو الإكسل أو تيمز إلى غير ذلك من التطبيقات الخاصة بمايكروسوفت